خلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا لميا عشان نعرف منها احوال الطقس والمرور في القاهره والمحافظات. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا فسانت، صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير لميا. وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وصباح الخير عليكم يا مشاهدينا مره ثانيه. وخلونا نستعرض مع حضراتكم الجوله المروريه ونبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي لما الناس بدات تنزل، ونبدا من محافظه القاهره اللي فيها كثافات بتبدا تزيد مع دخول ساعات الذروه الصباحيه. لكن لو بدانا من الكورنيش هنلاقي كثافات مروريه متقطعه من المظلات وباتجاه وسط البلد، اما الكورنيش المتجه للمؤسسه في سيوله مروريه، اما كوبري اكتوبر المتجه للعباسيه هنلاقي هناك كثافات مروريه متقطعه مكمله معانا لحد غمره، اما اللي مكمل في اتجاه العباسيه هنلاقي كثافات بسيطه بتبدا تزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. كمان في كثافات ثانيه في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري اكتوبر، وده بسبب زياده احمال السيارات. نفس الموضوع في ميدان التحرير واللي متجه لمدينه نصر ومحور نصر وصولا للمنصه. كثافات ثانيه ظهرت لكنها متحركه في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك كثافات برضو بالتزامن مع نزول الموظفين، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مروريه نسبيه في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضه وهناك كمان بعض الكثافات. اما نفق الازهر في انتظام في حركه سير السيارات وسط متابعه مروريه في الاتجاهين. بتظهر كثافات مروريه اعلى الدائري وبالتحديد في منطقه السلام وداخل النفق، وده للي قادم من الاقاليم للقاهره عبر الطريق الزراعي. نفس الموضوع للمتجه من المنيب وفي طريقه للاوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للي قادم من المعادي ومتجه لمناطق الجيزه. نفس الموضوع في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. دلوقتي هنروح لمحافظة الجيزة ونشوف شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما صفت في كثافات مرورية بتبتدي تزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. اللي جاية من الدائري المنيب ومتجه لميدان لبنان أو المهندسين يفضل أنه يسلك محور الفريق كمال عامر، وده بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور. لو رحنا شارع فيصل فبيشهد كثافات مروريه في الوقت الحالي بدءا من محطه المريوطيه والحد الطلبيه، اما محور 26 يوليو في سيوله مروريه للي قادم من اكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. اما الاتجاه الاخر المتجه لاكتوبر في سيوله مروريه، وده بعد الانتهاء من التوسعات برضو. اما القادم من اكتوبر وفي اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق، والاتجاه بيكون اجباري نتيجه يعني في اتجاه نفق حازم حسن ومنه المحور 26 يوليو او محور رود الفرع. بيشهد الطريق الدائري كثافات متحركه بنزله شارع البحر الاعظم وصولا للمنطقه او منطقه الدقي حتى ميدان الجلاء، وهناك برضو بعض الكثافات اعلى دائري المريوطيه للمتجه من الصحراوي وحتى مناطق الجيزه وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الاهرام وصولا لميدان الرمايه. هنروح دلوقتي لمحافظة القليوبية القادم من الزراعي، بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن هي أصبحت أقل من المعتاد، وبيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات، وده لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر للطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات هناك. كمان انتظمت حركة سير السيارات على الطريق الزراعي أمام اللي قادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري أها بيشهد بعض الكثافات المرورية، وده بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري في الوقت الحالي. كمان انتظمت حركة السير بطول الكورنيش كورنيش النيل في منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وده وسط تواجد رجال المرور لمتابعة حركة سير السيارات والحركة المرورية. أما اللي قادم من طريق شبرا بنها ومتجه لمدينة نصر ومصر الجديدة يسلك محور العصار هيختصر ليه وقت طويل قوي. أما الطريق الدائري بشكل عام كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيها كثافات إنما بسيطة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد بورسعيد، هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات، وده نتيجة معتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة، هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو ونروح على طرح البحر. الطريق ده بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية ومكملة لحد آخر الشارع. كده خلصت نشرتنا المرورية أو جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة
جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس النهاردة هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ولسه في نشاط للرياح إنما محدود مع وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء. كمان النهاردة في شبورة مائية الصبح بدري على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 33 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 25 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.